اليوم كرة القدم كيما ملاكمين تنين يطلعوا فوق الرينج، ولكن قبل اللقاء تلقاه يلحق الوتش وهكذا ويقول له غدوه ندق دقك واخر ندق دقك. هذا بطبيعة الحال كل واحد يتكلم، بالك بالماضي ما قال حتى حاجة، هو راهو يشوف روحه بالك في 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 مستوى الفريق اللي على الورق نعتبروه ماهوش، ما يقدرش يكون ند للند مع الفريق الوطني، ولكن يحاول اليوم بخرجات مثل هذه يأثر، ولما لا على بالماضي، ولكن لأول مرة بالماضي عرف كيفاش يجاوب مقارنة بالأجوبة مع الصحفيين تاعنا شوية، ولكن عرف كيفاش يرد الصرف.